إذن هنا لما كنحط 80 بيضة ديالي هنا كندوز للـ XM. الـ XM ديالي كنريقلها، كنريقل الفقاسة على 37.7 في الحرارة، والرطوبة كنريقلها على 50 أو لا 55. الصراحة الله الفقاسة القديمة كنت كنريقلها على 50 وعلى 37.7، إنما الجديدة مازال ما عرفتش النسبة ديال الرطوبة اللي نخدم معها، لأن هذه مسألة مهمة بكل صراحة، لأن المسألة أنا وقعتي في التجربة ديالي، بحكم كنت في الأول طلعت الرطوبة نهار 18 يوم، طلعت الرطوبة للسبعين، بينما لقيت الفلوس كيموت لي في البيضة، واحد الكمية كتموت لي في البيضة، والحمد لله بحكم المشاورات مع الإخوان نصحوني أنني نهبط للستين. ولما هبط للستين نهار 18 يوم بكل صراحة لقيت نسبة الإنتاج أو ديال التفقيس ممتازة. من ذاك النهار حتى اليومين هذا مازال خدام غير بستين. إذن هنا كيتفرض على كل واحد يعرف نسبة الرطوبة اللي يمكن له يطلع، واش يمكن له يطلع الستين، واش للسبعين، واش الخمسة وسبعين، واش 65. إذن هو خصو يحفظ الفقاسة، وداك الشيء اللي غيوقع لي أنا مع الفقاسة إن شاء الله الرحمن الرحيم. دابا النهار الأول غادي نريقلها على 55 في الرطوبة والحرارة 37.7. نهار واحد الله غادي نحط البيض ديالي هنا، نهار 5 في الشهر، بمعنى مور 5 أيام أخرى، 5 في الشهر غادي نحط 80 بيضة أخرى، وغادي نسجلها في الكارني، وغادي نقيد فوق البيضة التاريخ. نهار 10 في الشهر غادي نحط في البلاطو الثالث 80 بيضة. إذن نهار 10 في الشهر هاد البيض الأول شحال عنده في عمره؟ 10 أيام. إذن يمكن لي ندير له الميراج، هذاك النهار اللي غنحط نهار 10 نحط هذا البيض هذا، ندير لهذا الميراج في نفس الوقت باش نحيد عليا داك البيضات اللي ما مخصبينش، باش الا قدر الله ربما انا عندي اكثر من 80 بيضه يمكن لي نعوضها ونحطها هنا، فهمتي؟ باش كتبقى تعوض داك البيض وكتحيد عليك النس الخاوي ديالك، وهكا كتبقى غادا الامور على احسن ما يرام. نهار 15 في الشهر كنحط البلاطو الرابع، اذا البلاطوات ديالي ها هما عمرو كاملين. إذا مش عارف قتلي 18 يوم باش خصني نهبط البيض للشباك، بقات لي 3 ايام. هذيك البركه اللي غنجمع في 3 ايام نهار يوصل لي 18 يوم، نهار 18 يوم غادي نجي الفقاسه ديالي، هذا البيض اللي عنده 18 يوم غنهبطو للشباك، غنفرقوه على الشباك ما نخليهش مزير. في نفس الوقت ديك البركه اللي جمعت ديال 18 يوم ديال ديك 3 ايام غادي نحطها في هذا البلاصو الروم بلاصيا بلاصتهم هنايا الفوق. غادي نجي الاكس ام ديالي، غادي نهبط درجه الحراره 37.5، وغادي نطلع الرطوبه كما قلت لكم ال 65. انا كنت نخدم ب 60، غادي نخدم ب 65، وغادي نخدم ب 70، وغادي نخدم ب 75، وغنشوف النسبه اللي غتعطيني هي اللي غنمشي معها، اللي عطاتني نسبه، لان الحمد لله النسبه ديال الفقاسه خصنا يكون البيض ديالنا باش ما نردوش اللومه كلها للفقاسه، خصنا يكون البيض ديالنا ونكونوا مراقبين القاطع ديالنا. انما فاش كنشريو البيض ما نقدروش نحكمو بكل صراحه، واش المده الزمنيه، واش نسبه ديال التخزين، ولا شي حاجه بحال هذا القبيل، فهمنا؟ انما فاش يكون البيض ديالك كتكون متحكم نفسك، هذه بالتجربه ديالي. اذا البيض ديالي ما غلقاش اشكال، غادي نعرف النسبه اللي غتخدم لي، كما خدمت مع الفقاسه الاولى غادي نخدم مع الفقاسه الثانيه. غير هو دابا الفقاسه الاولى كانت صغيره كتهز لي 240 بيضه ثلاثه ديال البلاطوات، هذه الدوبل ديالها، لحقاش نسبه ديال الانتاج تبارك الله كاينه، كاين زياده، علاش اضطريت ندير فقاسه كبيره باش ما نبقاش نزير راسي. اذا هذه كانت تهز 240، هذه كتهز 480، الدوبل ديالها. هذيك حيدت لها بلاطو، هذه حيدت لها جوج، والامور راه سهله. اذا هنا لما كنطلع الرطوبه ديالي كنصد الفقاسة ديالي، كنخلي الامور غادا على احسن ما يرام. مساله اخرى اللي بغيت نذكر بها اللي هو الموتور في حد ذاته. الموتور راه النهار الاول ما كاين لا 3 ايام ولا 4 ايام، النهار الاول كنركب البريز كيبقى خدام صباح مساء ما كيرصاش، البيض اللي هبط للشباك راه في الشباك، الميكانيزم راه خدام، ما كنتسنى لا 3 ايام ولا 4 ايام. النهار الاول كندير اماش راه لاصق ما كنحيدوش، هذه نقطة باش نديروها في راسنا. فاش كنسدو الفقاسة ديالنا كنتسناو
نهار 21 يوم. اذا كما كنعرفوا البيض كيخرج نهار 21 يوم، ما خصناش نخرجوه ذاك النهار حتى ينشف، اذا كنخليوه لغد الليل. اذا هذيك البركه اللي جمعنا من نهار 18 يوم حتى خرجنا الفلوس كنحاولوا ما امكن اننا كنجبدوها. فاش كنبغيو نجبدوا الفلوس ديالنا كنديوها للحاضنه ديالنا كنكون وجدناها، كناخذوا البيض اللي وصل 18 يوم كنرون بلاصي وعاوتاني في الشباك، كنحطوا داك البيض اللي حنا جمعنا في ديك المده، وكنعاودوا نديروا الميراج البيض ديالنا، وهكا كتسهل علينا الاموريه. كنوليو كنجبدوا الفلوس ديالنا من الفقاصه، كنحطوا بلاصتو البيض اللي غادي يهبط لتحت الشبكه، كنرومبلاصيو داك البيض البيض الجديد، والبيض اللي عنده 10 ايام في عمره كنديروا له الميراج، وهكا الامور كتسهل علينا احسن ما يرى، وهكذا الامور كتمشي على احسن ما يرى. هذه هي استراتيجيه باش خدام انا مع الفقاصه ديالي ومع القطيع ديالي. نتمنى من الله انني نكون وصلت لكم الرساله كما هي، ومازال غندعمكم بعض الصور باش تزيدوا توضحوا لكم الصوره. بالنسبه للناس اللي ما استوعبوش الامر نوضح لهم بعض الامور، انا غادي نبارطاجي معهم بعض الصور باش يفهموا اكثر. ونتمنى من الله نكون خفيف على قلوبكم، وسمحوا لينا لا طولنا عليكم لان 25 دقيقه ما سهلاش. وشكرا لكم، الله يحفظكم والله يسهل امركم. تحيه للجميع.